السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. كيف ما شفتوا معانا، ما كناش معولين كاع، غير خرجوا ساعتين تقريبا حتى العشيه، مشينا ضربنا واحد الدويره في ايكيا. كيف ما شفتوا الصراحه في هذاك الشيء غزال، تتمشي تما تتبغي تجيبي كل شيء معاك. المهم احنا مشينا غير على حاجه واحده، تصدقنا شرينا شي حاجات اخرين. ايوا قررت انني انشارك معكم المشتريات اللي خديت من ايكيا. الصراحه في هذاك الشيء زوين، وحتى الاسمنه ديالهم مناسبه جدا. ما كتشوفوا لقينا هاد الزرابط يعني ديال الكوزينه، ديال انك تغطي بيهم شي حاجه زوينين الصراحه، ديال الخيط كيف ما كتشوفوا. دايرين هنايا شي 4 واقيلا ولا 5 الزرابط، يعني الثمن ديالهم مناسب الصراحه. خديتهم خاصيني، خديت حتى هذا ديال الكوزينه خاصني، كان هذاك اللي عندي كله ما بقاش زوين الصراحه، كله ما بقاش زوين ولا محروق، يعني ضروري خاصك تبقاي تبدليهم. وهادو زوينين في التحرك، ما كاين ما احسن من الخشب. لقيناهم حتى هما ناقصين منهم، دايرين لهم اورو 50، يعني زوينين الصراحه، يعني جميع الاشكال. انا خديت هذا على حساب كوكوت، على حساب مهم، على حساب الزبده انك تحركي بيه. لينا هاد لي طاس ديال القهوه لقيتهم في الالوان، حتى هما زوينين، يعني 80 سنتيم، رخاص غير اللي ما بغاش الصراحه. زوين الشكل ديالهم كيف ما كتشوفوا، يعني فيهم الالوان بزاف، الوان زوينه الصراحه، الوان مختلفه ونفس الثمن. خديت منهم 3 كيف ما كتشوفوا، هاد اللوينات الصراحه زوينين. القهوه حتى هاد الفناجن راهم ما عندي، ماشي ما عنديش، ولكن ضروري تتبغي تبدلي مره الشكل، كيطلع تيطلع لك في راسك. يعني كل صباح كتشربي القهوه ضروري مره هذاك الفنجان اللي كتشربي فيه خاصك تبدليه، يعني ضروري خاصك تبدلي مره من الفناجن ديال القهوه. خديت هذا على هذا الشكل، حتى هو بأورو 50 الصراحه زوين، يعني كتعمريه بشي حاجه تكون فيها الريحه زوينه باش تبقى عاطه في الدار، اولا ديري على شكل فاز، ديري فيه شي وريدات ولا شي حاجه، كيجي زوين الشكل ديالو هكا، جيج بيض أورو 50، يعني رخيص. المهم هاد السريبس راني خديتهم واقيلا يا اما بجوج أورو 50 يا اما بثلاثة أورو 50، يعني راه ما غاليينش، معقلش مزيان. وخديت هاد الكيسان حتى هما، كان خاصني ما عنديش، تنبغيهم على شكل لي ديسير ولا شي حاجه هكا، يعني واسعين شويه وطالعين قصارين ما طوالش، انا سنحتاج هذا الشكل في لي ديسير، كان خاصني حتى هما لقيتهم. هادو ماشي رخاتين، المهم 6 ب 3 اورو 50 يعني شويه وصافي، مزيانين. كاين كيسان رخاص زعما اشكال وانواع، ولكن انا كان عاجبني خاصني هذا الشكل هذا، جبته يعني 6 ب 3 اورو 50. الصراحه في المتناول ديال الجميع، اللي زعما اللي بغيت تقدم من ايكيا راه في المتناول ديال الجميع، فيها زوين. والحاجه اللي مشيت عليها هما هاد الصراحه، هما هاد لي زور ديال الناموسيه، الصراحه زوينين، عندهم قطن 100% وزوينين صبن ورد، لانني انا مجرباهم، يعني كيبقاو في اللون ديالهم ورطبين الصراحة. وخا هادو تمنهم شويه زايد، دايرين 29 اورو، ولكن راهم زوين، يستاهلوا الثمن ديالهم. يعني هادي راها ماتريمونيالي، الناموسيه ديال جوج، فيها جوج وسادات، وهاد الليزر يعني راه بحال الكوبيرتا، كتخشي فيها الكوفرلي وكتبقى مغطيه على هاد الشكل، كتغطي به، يعني كتجي زوينه، يعني تقدري تستعمليها على شكل ليزر في الصيف، ما ديري وسط حتى شي حاجه، و او ميم طون في البرد يعني تتخشي فيها الكوفرلي ديالك، و انها كتغطى كتبقى في هاد الليزار، كيبقى يبان لينا زوين الصراحه، زوين القطن ديالهم. المهم صافي، هذه هي المشتريات ديالي، ماشي بزاف. وخديت هاد الطبله اللي كانت خاصاني، لقيتها صغيره عندي، باغي نديرها فواحد القنيته باقا ما حليتهاش، يعني عاد كترفرف. فهي لقيتهم دايرين فيها تخفيض، هي هذه اللي باقي ما حليتهاش، في البيض ديال الحديد، في البيض كتجي زوينه
عندي واحد البليصه بغيت نحطها فيها. انا اصلا مشيت على ليزار وعلى هذه ساعتين ما لقيتش داك النوع اللي بغيت، ولكن حتى هذه اللي لقيتها زوينه الصراحه، والثمن ديالها اللي درنا فيها تخفيض خديناها ب 14 اورو يعني زوينه. المهم تنتمنى تكونوا استفدتوا شي حاجه من هذه المشتريات، واللي خاصها شي حاجه تمشي تجيبها مع حد كاينين الاوفرتات الصراحه، هما دائما كيكونوا دايرين التخفيض ماشي غير اليوم ولا هي كل مره. واشنو كتلقاي يعني كتلقاي شي مره في الكيسان في الطباصل، كاينين حتى في الطباصل عن الجهد، كاين في الكيسان في بزاف ديال الحوايج الا جينا نجيبوا داكشي كامل يعني يعني تنجيبوا الضروريات وصافي. تنتمنى